سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ اليوم جيتكم في فيديو خفيف. المهم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الطاجين على حساب اللحم وجاكم في اخر لحظه، انا ديما تندير هذه الطريقه، غالبا كندير هذه الطريقه. شويه د اللحم البقري ولا الغنمي كنسد عليه شويه في كوكوط، شويه حاولوا انكم ما تكتلوش فيه الماء، يعني ديروا غير واحد شويه د الماء. حنا ما بغيناهش يطيب 100%، يعني غير يشد يدخل الطياب باش يجينا ساهل. مع شوفوا الطريقه ديالي من الاول حتى الاخر، ونتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش انكم تدعموني لا يخطيكم عليا. من بعد البنات حولتو للطاجين هكا جا، ما درتش المرقه كلها، خليت واحد شويه باش نحطها فوق الخضيره. هنايا درت اللحم وغندير نستف خيزو هو الاولاني، حيت خيزو كيشد شويه الطياب. انا كي مونطر كيعجبو شويه من يدم، غيبان لكم الزيت وداكشي، حيت ما غنضيفش، باقا غندير خضيره. من بعد البنات غنستف بطاطا، كل وحده دير الخضيره اللي كتبغي، هي اللحم كيمشي معاها خيزو وبطاطا والجلبانه كتجي زوينه البنات هذا الشكل. البنات نضيف هنا الجلبانه، نضيف الكميه البنات. حنا عارفين كيفاش كتجي الجلبانه مع خيزو، داكشي كتجي غزاله. هنا البنات عندي مطيشه مقطعه، هي كتعلق لينا الطاجين. درت غير مطيشه وحده وصافي البنات. غنضيف هنا شويه د المعدنوس، هنا صراحه الله ما عنديش الحار، فلفله حاره حتى تجي فنه. وغنزيد حتى ندير واحد شويه د المريقه هنايا شاطيه في كوكوط. هذا البنات كيجي هو الشكل النهائي. هنا درت ديك المريقه اللي بقات ليا. الا بغيتو ضروري تضيفوا واحد نص كاس باش طيب لكم الخضره، نص كاس فقط حتى الكاس، وعلى نهار مهيله كيطيب على خاطرو، حيت اللحم حنا ديجا عندنا طايب. كيجي البنات غزاله بنينه، وهذه هي البصله ديالي مازال غتزيد طيب وغتعلق هذيك مطيشه. ممكن ديروا الخرشف، ممكن بالنسبه للمعدنوس يبقى اختياري. والمعدنوس طبيعه الحال كيمشي مع الدجاج بزاف، ولكن حتى هكا كيعطي البنه حيت كاينه الجلبانه ومطيشه وداكشي كيجي زوين. كنتمنى البنات الطاجين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلاجيم والبارطاج والهلا يخطيكم علينا، وتلاقاو في صور في وصفه عفوا جديده وتكون اقتصاديه، الهلا يخطيكم عليا. وان شاء الله ضروري غنوريكم الشكل النهائي منين يطيب ان شاء الله. هذا الشكل النهائي ديالو البنات، دغيا طاب حيت الخضيره طريه كلها طريه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ورا مازال البنات حتى تقرب المغرب ان شاء الله عاد نعاود نسخن، ما بغيتش ننشفو مزيان باش عاوتاني نحطو سخيخان في المغرب. خليت له شويه ديال المريقه مونطار عنده مع التغماس. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم. وصفات اقتصاديه وبسيطه كنحاولوا نشاركوها معكم، الله يخطيكم علينا. ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله، وبزياده الرزاق ويفيد ربي يرزقكم مع هذا الغلاء د الاسعار وداكشي. الله يكون معنا ومعاكم، تنحاولوا نقدم الامور وصافي. نتلاقاو في فيديو جديد البنات. ما كاين اللي كيفرحنا قد نصوبوا البطبوط وزدقنا هكا منفخ. ها انتم البنات كيجي فني ونغي زلت عليه الحداقه وداكشي. ها انتم البنات، هو انكم ملي كتحطوه دابا خاصني نقلب هادي، كتبقاو تقلبوه حتى كيتنفخ. اما العجينه كدب عليكم كذاب كيما درتي ليها. درت طحين الحرش وشويه ديال الفينو وسمدتو شي شويه بالسميده.